بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنبدأ درس جديد، التمغمغ. التمغمغ يتكون من الركن الأول وهو التمغمغ بالدلك. عند دلك قطعة من الحديد. المغناطيس عند عدة مرات تصبح قطعة خاصية للجذب. وطريقة التمغمغ في الدلك هي الطريقة الوحيدة التي تعطي مغناطيسا دائما، يعني لما الدلك تدلك وتيجي تجذب تبقى فترة طويلة دائما ستظل قوية. التمغمغ الركن الثاني التمغمغ بالحافة بالتأكيد، عند تقليب مغناطيس من قطعة الحديد أو الفولاذ ثم تقليبها من المشابك الحديدية أو الدبابيس الحديدية. نلاحظ أن قطعة الحديد تجذب المشابك الحديدية، ينتج عن طريقة التمغمغ بالحرق أو التأثير المغناطيس مؤقت، يعني ظله فترة قصيرة من الزمن.